اهلا ام عبد الباسط، رحبوا بكم. اليوم غادي تشوفوا معنا واحد الطبق ديال لازانيا المخدوعه. ما نطولش عليكم، غادي ندوزو مجموعين التفاصيل. بسم الله. المهم حنا دابا غادي نقولوا المقادير. عندنا 400 غرام ديال لي بات اللي سلقتهم، انا ما توفرتش عندي لازانيا دونك اكتفيت بلي بات هادو المجعبه العاديه. عندي صوص الربعه ديال المطيشات اللي انا طحنتهم وصفيتهم، عندي بصله مويان، عندي الثومه جوج فصوص ديال الثوم، عندي واحد خيز جوا اللي حكيناها، عندي الكفته واحد كميه الكفته، عندي الكزبره المعدنوس، وعندي الموتزاريلا في الوصفه ضروريه. دونك بوغ لاصوص بيشاميل غادي نحتاج ربع تاع الحليب، معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه ديال الفورس، توابل عندي الملحه والفلفل الحلو والبصل، هادو هما المكونات. وشيء طبيعي عندي الزبديه باش غادي نشحر هادشي. دونك في الاول غادي نبدا نشحر البصله والثومه. اول حاجه شعلنا على المقله ديالنا تسخن، دونك غادي نديرو شويه تاع الزيت البلديه كما قلت لكم، غادي نضيفو عليها البصله وغادي نضيفو عليها الثومه، هي شويه ديال الطحينه. هاد البصله راني حكيتها، تقدروا تحطوها غير رقيقه، انا حكيتها في الحكايه الغليظه. شحرنا شويه وغادي نزيدو عليها هذيك الساعه الكفته تاعي تهبط لينا والتوابل. موازاة دابا مع هاد البصله غادي نوجدو لاصوص بيشاميل. انا خديت واحد الكاسرونه نعجبكم تشوفو، هاهي حطيت فيها هاد الزبدة هادي، وغادي نحطوها تدوب لينا. دونك غنحطوها تبدا تدوب، غادي نزيدو عليها الفورس، هاهي كيما كتشوفو، غنزيد على الكمية ديال الفورس اللي غادي معلقة ديال الفورس، وميم طو مننساش نحرك البصلة. دونك نتسنى على الزبدة حتى تذوب لينا. دونك الزبدة هاهي باش تذوب، غادي نزيد عليها الكمية ديال الطحين، معلقة كبيرة ديال الطحين، نحركو عليها تبدا تعقد لينا شويه، نحاولو نخفو يدينا شويه باش متكورش لينا، وغادي نضيفو عليها الحليب، هي فوق العافيه، بسم الله، صافي نبقاو نحركو حتى تعقد لينا، شيء طبيعي غنزيدو شويه الملحه، وغادي نزيدو شويه ديال الفرس، نتسناو عليه حتى تعقد. اين فوا تبدا تعقد لينا غادي نحاولو نزيدو شويه ديال الملحه، ما كتروش لان لي بات سلقناهم بالملحه، وقليل ديال البزار، وهذه باش كنسمو هي بدات كتعقد لينا كيفما كتشوفو. نظن صافي راها واجده، ها هي ما خصهاش عاوتاني تتجمد بزاف. وغنرجعو لديك البصله ديالنا، ها هي تشحرات. دونك غادي نضيفو عليها الكفته. دونك من بعد ما درنا نسيت انا غادي نزيدو غادي نضيفو الخيزو هو الاول حتى يشحر بينا حتى هو مع شويه البصله يهبط، وديك الساعه اش غادي نديرو الكفته، نديرو الكفته وفاش غنعطي الكفته نزيدو لاصوص ديال دونك غير شويه تهبط لينا خيزو لانه في ساعه كيبدل، وغادي نزيدو عليه الكفته. غادي ناخذ ديك لاصوص ديال المطيشه كيف ما غتشوفوا، غادي نزيد على التوابل بالاحسن. دونك غادي نزيد معلقه ديال التحميره، غادي نزيد البزار على حسب الذوق، غادي نكثر، وغادي نزيد شويه الملحه، غادي نزيد هاد الكزبره المعدنوس. كاين اللي كيبغي يدير الحبق، انا كنفضل لوبو ديال الكزبره المعدنوس. دونك هادو هما لي زيتات. دونك بقات لي غير هاد الكفته هادي، غادي نضيفها دابا على هاد الخليط باش غادي تفك ليا، غادي نكب عليها هاديك لاصوص ديالي.
دونك دابا تحلات لينا هاد الكفته، غادي نضيفو هاد نخليوها طيب ديك الساعه، دونك غنضيفو هاد لاصوص صافي، نخليوها تشرب كامله هاد المقادير، وبقى لنا غير المونتاج دابا باش نمونطيو لي باس ديالنا. دونك دابا غادي ندوزو للمونتاج، غادي ناخدو النص ديال لي بات ديالنا، النص انا نقصتو في جلافة، دونك مباشرة غادي نزيدو عليه الكفتة، غنزيدوها كلها في مرة، انا مبغيتش ندير ثلاث طبقات، بغيت نكتفي غير بجوج طبقات صافي، دونك غنوزعها على هذا الشكل، نحاول نغطيوها كاملة. غادي نجيبو ليك لاصوص بيشاميل، غادي نديرو تاني، غادي نديرو النفس ديالها، غنحاول تاهي نوزعها من الفوق، وغادي نديرو الموتزاريلا تاهي النصف ديالها، وغنرجعو نغطو بلي بات لي بقاو لينا. ناخذ الموتزاريلا، ضروري هاد الوصفة كتجي فيها كتنجح إذا كانت الموتزاريلا كاينة، دونك غادي نديرو هكا، نزيدو الطبقة الفوقانية ديال لي بات، ونفس الشيء غادي نزيدو غير لاصوص بيشاميل والموتزاريلا من الفوق، وندخلوها للفران ديك الساعة، ونتلاقاو في طبق القادم إن شاء الله. الطبق ديالنا مكبات كنخرجو من الفران كيجي على هاد الشكل. كنتمنى انكم تجربوه لانه كيجي لذيذ بواحد الشكل زوين بزاف، الريحه ديالو اصلا طالعه كتشهي. ما بقى لي انا نقول لكم الى اللقاء ان شاء الله، وما تنساوش دعموا القناه ديالنا، وشكرا.